ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني. معانا النهارده مفاجآت واخبار جديده لعيله الجمل. نعرف ليه ندى مراد برنس مصر ما كانتش موجوده في الذبح مع العيله، وكمان هنعرف مين الشخص اللي متصور معاه برنس مصر، واخيرا هنعرف كواليس الذبح مع العيله عند ندى واحمد وايه احلى. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهايه لو بتحبوا عيله الجمل. يلا بينا نبدا. وهنبدا بكواليس الذبح عند الاميره فيروز وعند ايه احلى. فيديو اليوم عند الاميره فيروز، كانوا بيجهزوا عشان يذبحوا عجل العيد. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل فانز وكل عيله الجمل بخير. وشفنا خفه دم مستر احمد المعروفه وهو بيصور، قال الغسيل بتاعنا هو يا جماعه بنستخدم اوكسي. الحقيقه كل العيله كانت متاثره جدا والعجل بيتذبح الا الاسطوره وكيمو. الاسطوره محمود الجمل وكيمو قعدوا على العجل وهو بيتذبح، وقعدوا يغنوا بكره العيد وهنعيد ونذبحك يا خروف سيد. وفي الاخير بعد ما العجل اتذبح امنيه قوه نزلت عشان تشوفه. مستر احمد كان طول الفيديو معلق على تسريحه روزا وغزل الرافته. ودلوقتي هنشوف ايه احلى وفلوج الفرحه بعجل العيد. وايه صورت في اول الفلوج ليله ذبح العجل، يعني ليله الوقفه، وكانوا بياكلوا ذره مشوي. وشفنا ندى جلجل لانها بقالها يومين ما شفناهاش بسبب تعب الحمل. وبعد كده ايه احلى كملت فلوج يوم الوقفه وفرحه الذبح الصبح، وحكوا ان الجزار اللي كان ماسك العجل وبيخرجه العجل جري منه وجي يمسكه، رجله مسكت في الخشبه واتكسرت، والحمد لله حصل خير. اخر الفلوج ايه احلى كانت بتصبح على مكه الممثله وام كيمو مامتها، وام كيمو قالت لايه احلى عقبال ما توصلي العشرة مليون يا ايه. ودلوقتي واخيرا هنعرف ليه ندى مراد برنس مصر ما كانتش موجوده في الذبح مع العيله. بايه احلى فلوج اليوم فرحه العيد، الجزء الاول في الفيديو كان متصور ليله الوقفه. احنا برنس مصر ومكه بنته ليله الوقفه، لكن الصبح مكه ما كانتش ظاهره مع برنس مصر، لمكه كانت مع ندى مامتها وندى عند والدها عشان والدها بيذبح في العيد. كده ما كانوش موجودين وقت الذبح. ودلوقتي هنعرف مين اللي كان متصور مع برنس مصر. والحقيقه الشخص ده ظهر في فيديو مره وقلنا انه من عيله الحاج صالح الجمل، وهو بيكون اخو الحاج صالح الجمل، وفي صوره مع برنس مصر وهما بيشتروا الخرفان. فيديو اليوم كان قصير بس كنا بنتابع مع اخبار العيله وفانز برنس مصر اول باول. كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك وربنا يتقبل صيامكم اجمعين، ويا رب كل عيله الجمل بخير. وهنا وصلنا لاخر الفيديو بس ما انتهاش، وسؤال الفانز الفيديو اللي فات هو اللي هيتجاوب عليه. والسؤال كان مين اللي جاب الخروفين للعيد من العيله؟ لازم تشوفوا الفيديو اللي فات عشان تعرفوا تحلوا السؤال. كملوا الفيديو معانا عشان هنعرض الجزء الاول من الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامه.